بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اول ما فتحت يوتيوب النهارده لقيت عمرو صبحي منزل فيديو تحدي اكتر خمس مدربين بيكرههم، والتحدي كان جاي لهم من قبل محمد عدنان. قلت بس حلو حوار المدربين ده، ارشق في التحدي ان ارشق كده باراشوت، يمكن ربنا يكرمنا ونطلع وراهم. احنا هنتكلم على موضوع الخمس مدربين. انا برضو بكره خمس مدربين، معلش يعني، ما انا راجل بحب وبكره مدربين عادي جدا. يعني مثلا لو رقم خمسه بالنسبه لي حد احطه في المرتبه دي فهو كابتن حسام البدري. يعني اي اهلاوي لو سالته بيحب البدري ولا لا يقول لك لا. الموضوع بالنسبه لجمهور الاهلي بالنسبه للبدري لا، احنا ما بنحبكش. خدت بطولات، عملت، سويت، شكل الفرقه كان محترم. في سنه من السنين كان خط دفاع الاهلي اقوى خط دفاع في مصر، بس مع ذلك ما حدش كان بيحب البدري يا اخي، ما تعرفش ليه. يعني الفرقه واخده دوري، واخده كاس، وبالناس على دوري ابطال افريقيا، واصلين فاينل، ومع ذلك الجمهور مش طايق البدري. اي تعادل يلا نمشي البدري، اي ما بيلعب ما بيلعبش يلا نمشي البدري، سنه الحكومه بيلعب يلا نمشي البدري. البدري بالنسبه لنا كان حاجه يعني معنى بقى ربنا، كان بيعاند بجد مع الجمهور وكان بيستخف دمه، وكان فعلا يعني الراجل كان عنده موهبه كده في استفزاز الجمهور. اللي هو انت بتعمل فينا كده ليه يا عم الحاج؟ يعني بجد انت بتعمل فينا كده ليه؟ يعني الناس تحب صالح جمعه، مش هلعب صالح جمعه. حسام غالي الناس بتحبه، هبطله كوره. عماد متعب الناس بتحبه، هبطله كوره. قرارات فنيه صح، بس هو بيعاند في الناس وخلاص، اللي هو يلا بقى عنده وخلاص. الخطيب جه مشي، راح مقرر ان هو راح اشتغل مع تركي الشيخ بقى، كده كده الناس بتكرهني ومحدش طايقني، راح اشتغل مع تركي الشيخ. جمهور الاهلي قافل بالنسبه له. نسكت بقى على كده؟ لا، البدري جبنا مدرب منتخب مصر. لو انت عايزين مننا ايه بقى؟ حرام انت الراجل ده ورايا ورايا، انت عايزين مننا ايه بجد والله؟ لحد ما خلصنا من البدري السنه اللي فاتت، والموضوع عدى على خير وربنا كرمنا وجبنا كارلوس كيروش مكانه. المدرب بالنسبه لي اللي احطه في رقم اربعه هو تاتا مارتينو. اي حد مشجع لبرشلونه عارف موسم 2014 2015 كان موسم عامل ازاي. تاتا مارتينو اللي كان جاي بتوصيه من ليونيل ميسي، بسم الله ما شاء الله، عملنا معاه سنه كارثيه، طلعنا بيها بسوبر، بس الراجل بسم الله ما شاء الله يعني خلصنا منه. هو كان سوبر او تقريبا كانت سنه، يعني كانت سنه كبيسه ما فيهاش اي بطولات، بس هو كان موسم من البس تنيله. وبصراحه انا كرهت الراجل ده جدا جدا جدا، شفت من فلفل كتير، بس بصراحه فلفل بالنسبه له كان حاجه فخره من الاخر بصراحه. هذا تاتا مارتينو كان كارثه كارثه كارثه. يلا راح وراحت ايامه وراح الموسم المنال بتاعه. المدرب اللي بالنسبه لي احطه في الخانه رقم 3 هو خافير اجيري. خافير اجيري جه هنا منتخب مصر، والمنتخب كان الهويه بتاعته ضايعه، وفي لعيبه من الكبار مبطلين، ومفترض هنعمل فريق شاب، وجايبين يا جماعه مدير فني عنده سي في وكان بيدرب في اتلتيكو مدريد، وبالصلاه على النبي يلا يا جماعه احنا جايبين مدير فني فشيخ، ونتفرج على اجيري. الفرقه ملهاش اي هويه، عادي بيبني فرقه مفيش اي مشكله. لحد ما جينا مصر قررت انها تستضيف كاس الامم الافريقيه. ايه ده، اجيري يمسك منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه؟ لا، الموضوع بالنسبه لنا كده اتغير، احنا كده بقى في تارجت وفي هدف واضح، احنا عايزين ناخد كاس الامم الافريقيه. ناخدها ازاي يا عم الحاج؟ احنا لسه بنبني. طب هناخدها ازاي؟ احنا لسه بنبني فريق، مالناش دعوه، احنا جايبين مدير فني عنده سي في والبطوله على ارضنا، ما ينفعش ان احنا نخسر البطوله. تمام يا معلم، مفيش اي مشكله، هناخد البطوله. بس المشكله بقى ان مجموعه مصر وقتها كانت سهله، كسبنا الثلاث ماتشات باداء سيء عادي جدا، هنلعب احسن توالد جنوب افريقيا. جينا بقى ماتش جنوب افريقيا، الفرقه كانت سيئه ومنظرها عره الشوط الاول. يجي خافير اجيري يعمل ايه بين الشوطين؟ يطلع بورده حمراء للجمهور ويعمل كده. فكرني بيون الشلبي في فيرما 4 2 4، لو انت بتنيل ايه يا عم الحاج؟ الفرقه جوه في الاوضه وانت طالع تعمل كده للجمهور. وبعدها قلنا له باي، يلا مع السلامه للي عايز يمشي. كانت سنه ما يعلم بها الا ربنا، وكانت بطوله ما يعلم بها الا ربنا، وخافير اجيري واحد من ضمن الاسباب اللي خلوا منتخب مصر والجمهور يبقى في بينه وبين بعض جاب كبير جدا، لان دي كانت سنه وكانت بطوله ما يعلم بها الا ربنا. والمشكله ان الفرقه خسرت ومفيش حد طلع حي الجمهور او عمل اي حاجه، بالعكس كانوا عاملين اعلام مدفوع، وكانت سنه من لابس تنيله كانت كلها فيها لا مبالاه غير طبيعيه. المدرب اللي بالنسبه لي احطه في المرتبه الثانيه هو ديجو سيميوني. انا بحب سيميوني، انا بحب سيميوني خالص، بحترم جدا الشغل اللي بيقدمه سيميوني مع اتلتيكو مدريد، بس انا بحب سيميوني. ما بعترفش فكره ان سيميوني اغلى مدير فني في العالم. والله بجد، تخيل يورجن كلوب وبيب جوارديولا، سيميوني اغلى مدير فني في العالم. تقعد تبص على الافكار الفنيه اللي بيعملها 4 4 2 ويوم بيغير 4 3 3، الكلام ده بيعمله من زمان قوي، حتى يوم اتطور قال لك نلعب 3 5 2 ونقلبها 5 3 2، اللي هو بسم الله ما شاء الله الافكار بالنسبه له دي هي واقفه معايا من 3 4 سنين على حته معينه. هتقول لي لا انت بتكره عشان نروح والجرين ده ونعمل فرق. انا بكره عشان هو ما تطورش ب 2 جنيه ونص، يعني الراجل شغال بقاله فتره طويله جدا مع اتلتيكو مدريد، بيطور شغله الدفاعي، لا ما بيطورش شغله الدفاعي، لان اتلتيكو مدريد كانت منظومه معروفه بقوتها الدفاعيه، دلوقتي اتلتيكو مدريد بعد
اعتزال لعيبه وبعد ما شال لعيبه انت ما عرفتش ان انت تعوضهم كديجو سيميوني كمدرب. فبالنسبه لي سيميوني من اكتر المدربين اللي ما بحبهمش، علشان خاطر الراجل ما عندوش اي موضوع بالنسبه للتطور. نمبر 1 بالنسبه لي واحد من ضمن المدربين اللي الناس كلها بتحبهم قوي 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 قوي، ده حقيقي ما بتدرقش، يورجن كلوب. انا ما بحبش يورجن كلوب باطلاقا. بحترم الشغل اللي بيعمله كلوب، بحترم الفرقه اللي بناها مع ليفربول، بس انا ما بحبش يورجن كلوب، لان بالنسبه لي يورجن كلوب من اكتر المديرين الفنيين اللي الناس بتطبل لهم لاي حاجه. يعني يورجن كلوب غير، يورجن كلوب عمل، يورجن كلوب سوى. حتى الموسم اللي يورجن كلوب خربها فيه في ليفربول وما كانش عنده اي خطه خالص بعد ما خد دوري الابطال وخد الدوري، الناس كلها قالت له ياه الاداره دي يا اخي ما بتصرفش، مش عارف الاداره دي بخيله كده ليه. اللي هو يعني كلوب كان السبب في الانهيار عشان ما كانش محضر بدل لفان دايك ولا عنده بدل في نص الملعب، ومع ذلك الاداره هي اللي لبستها. ولما كلوب بينجح ويجيب لعيبه صغيره يبقى كلوب يا جماعه بنى الفرقه من الصفر. كلوب جاب روبرتسون، كلوب جاب لعيب زي ترينت، لا طلع لعيب من تحت زي ترينت، كلوب جاب اليسون، كلوب جاب فان دايك. يا الله عليك. طب يا جماعه هو مش كده بيصرف؟ يعني انتوا كل ما تتكلموا معانا كجمهور سيتي تقولوا لنا ايه كلوب ما مش معمول له ميزانيات بالمليارات زي بيب جوارديولا. اللي هو يا جماعه هو كلوب خد الدوري بمانيولي وخد الدوري بمتيب، ولا خد الدوري بايه بالظبط؟ كلوب خد الدوري بلعيبه هو شاريها. يعني هو فابينيو ده كان موجود لما يورجن كلوب، لا فابينيو تقريبا جه بعد الدوري. طب يا جماعه معلش، يعني ابو صلاح وساديو ماني ايه النظام؟ لا 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 لا، كلوب مدير فن عالمي. عشان كده انا بصراحه بكره كلوب، بكره كلوب من كتر التطبيل العالي قوي ليه. الراجل مدير فني محترم، الراجل مدير فني محترم جدا جدا جدا، مدير فني كبير، مدير فني كبير جدا جدا جدا، بس حته الحب والكره دي بتاع ربنا. انا ما بحبش يورجن كلوب، انا بالنسبه لي ما بحبش يورجن كلوب. انت ممكن تكون بتحب جدا يورجن كلوب وبتحب جدا كل الحاجات اللي بيعملها يورجن كلوب، حتى الناس كلها دلوقتي اللي بتقول لك الله شفت يورجن كلوب لما قال عن النضاره بقى مدير فني امور عامل ازاي، لو اموري في يورجن كلوب لو عمل ايه بالظبط هتقولوا له انتوا بتحبوه. فدي حاجه بالنسبه لي بتعصبني جدا، لان انا بشوف الناس دي نفسها هي بتقول لك بيب جوارديولا بياخد بطولات عشان خاطر الفلوس، وبيب جوارديولا بياخد بطولات عشان خاطر الامكانيات الماديه اللي موجوده. طب هو بيب جوارديولا بياخد فلوس والامكانيات الموجوده دي ليه؟ عشان خاطر راجل عنده تاريخ. يورجن كلوب برضه عنده تاريخ، بس في فرق كبير جدا ما بين سيفي وسيفي. انت كلام فيا، لا في فرق ان ده قائد الاندر جراوند وده قائد الفرق المستضعفه وده قائد الفرق المليونيه. مليونيه يوم مستضعفه، احنا جايين نعمل مظاهره. انت بتطبل لكلوب، طبل لكلوب، بس اعترف انك بتطبل لكلوب لا اكثر ولا اقل. طولنا في موضوع كلوب، بس ده اكتر مدير فني بالنسبه لي هيثار الجدل، لان انا ما بحبش يورجن كلوب ولا هحب يورجن كلوب على الطابع الشخصي. لا عجبك بقى الفيديو بعد كل الكلام اللي قلته على يورجن كلوب ده فبرنس انت. ما عجبكش الفيديو فرايك واحترم، واهم حاجه ما توقفش التحدي عندك. مش عايزين التحدي يبقى كبار اليوتيوبر بس، احنا عايزين التحدي بالصلاه على النبي لاي حد معدي.